متابعينا الاعزاء، نرحب بكم مره اخرى في هذا اليوم وفي هذه التحديات المثيره في ثاني ايام هذا المهرجان وهذا الكرنفال الكبير الذي اجتمعت فيه هجني ابناء دول مجلس التعاون الخليجي، واجتمعوا فيه النخبه وحضروا لهذه المشاركه الكبيره والمشاركه المميزه، وهذا يدل على نجاح هذا المهرجان، المهرجان الذي لقب بمهرجان الشحانية السنوي الكبير. حضورنا الأعزاء لحظات وتعلن انطلاقة هذا الشوط السادس الذي يحمل هذه التحديات الكبيرة، وتشاهدون هذا التكريم من مادة الزعفران على الثلاث الفائزات بالشوط الماضي وفي كل شوط، وهذه تعودنا عليها دائما مع الفائزين، تكريم لهم على حصولهم على المراكز المتقدمة. مشاهدينا الأعزاء، الشوط السادس خاص بالحقائق القعدان، الثلاثة كيلومترات هي مسافة هذا اليوم، وفي الفترة المسائية سوف تشاهدون أشواط الرموز وأشواط الشدة وأشواط الكبار، الأشواط الرئيسية في هذا المساء. على بركة الله وتوفيقه تعلن انطلاقة جديدة تحمل شعارات أتت من أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. نرحب بالجميع، نرحب بهم في هذا الميدان بين إخوانهم في هذا الميدان، ميدان الشحانية، ميدان التحدي. مشاهدينا الأعزاء، الجائزة السيارة رصدت للمركز الأول، يا سلام، زائد هذه السيارة زعفران، زائد هذا الزعفران ناموس الأغلى من كل شيء، الشرف الكبير الفوز في هذا الميدان، الشرف الكبير الفوز أمام هذه الجماهير الغفيرة التي قدمت لهذه المشاركة الأخوية في هذا الميدان. مشاهدينا الأعزاء، ناخذ المركز الأول، مياس في مقدمة هذا الشوط بشعار السيد عبد الله بن علي بن حمد بن سلام أهل هاجري، الشاب المنطلق المندفع في بداية هذا الموسم بهذه المشاركة الموفقة في المركز الأول. يا سلام، المركز الثاني اللي وصل في المركز الثاني واللي قدم وهو هملول للسيد محمد بن سعيد بن مكتوم الجريبي في المركز الثاني، اللي خطف في المركز الأول وفي المركز الثاني العارض، العارض في المركز الثاني لحميد بن سالم بن حمود العمري، وفي المركز الثالث اللي انطلق في هذه اللحظات وهذه سلالة مياس. يا مرحبا بهذا الشعار، من فاز في يوم الأمس مع رياض في الشوط الثاني في الفترة المسائية، عبد الله بن علي بن حمد بن سلام أهل هاجري. يا سلام يا سلام يا سلام، المركز الثاني اللي تقدم جسار، تعود ملكية جسار للسيد صالح بن ناصر بن شابر المري في المركز الثاني وفي المركز الثالث. أشوف التقدم، أشوف الصراع، أشوف الانطلاق مع هذا القدوم اللي واصل اللي ما دعناه ويبدو أنه ضيف. يا سلام، مغادر محمد مغامر للسيد محمد بن كردي بن طالب آل منخس. يا سلام، المركز الرابع اللي قادم العارض في هذا الأداء بهذا العرض الممتاز، حميد بن سالم بن حمود العمري، وفي المركز الخامس يا سلام مشكور تعود ملكيته لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. خلاص انهينا هذا النداء، اللي يبغى النداء يتقدم إلى الخمس لأنها ثلاثة كيلومترات، لأنها قصيرة جدا. يا سلام، أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى مقدمة الشوط وإلى هملول، هملول وهذه السلالة الهملول الأولية الأصيلة مع المنعطف الأخير. نذكر بالسيارة، نذكر بالناموس، نذكر بالزعفران، الكل لكي لا أحد ينسى بهذا اليوم، اليوم التاريخي، اليوم الثاني في هذا المهرجان. هملول مسيطرا على الموقف، هملول يسيطر مع محمد بن سعيد مكتوب الجنيبي. ضيوفنا الأعزاء، نرحب بالجميع. المركز الثاني شعار أهالي الشحانية، قادمين قادمين في هذا اليوم، قادمين في هذا السباق. يا سلام، في بداية هذا الموسم مشاركة قوية لهم، جسار اللي قادم بكل جبروت وبكل ثقة من صالح بن ناصر بن شابر. يا سلام يا سلام يا سلام، شعار وديان قادم، شعار وديان صاحبة الشوط الرئيسي في يوم الأمس. الجوف والخوف من الجوف والخوف من الجوف. يا سلام، تعود ملكيته عبد الله بن ناصر بن حمود آل شافي في المركز الثالث وفي المركز الرابع.
اللي قادم مشكور، ومشكور مع ناصر بن عبد الله المسند، وفي المركز الخامس من الجانب الاخر اللي هو قادم مغامر، ولا بد من المغامره في هذا اليوم مع شعار محمد بن كردي بن طالب المنخس. لكن اعود الى هملول، الى سلطنه عمان، الى هذا الفوز والانتصار. يا سلام يا سلام يا سلام، السياره وين؟ هملول والجوف وايضا شعار بشابل. المعركه طاحنه، المعركه طاحنه، لابد من قدوم قوي مع المركز الثاني وهو مشكور ناصر بن عبد الله المسرد. يا سلام هملول يا هملول، هملول يا هملول، اللي قادم اللي قادم. يا سلام العارض من الجانب الاخر، المعركه ما بين الاربع، المعركه ما بين الاسماء، الى ضيوفنا الاعزاء بدوله الامارات، بدوله بسلطنه عمان مع هملول. هملول ينطلق، هملول مع محمد بن سعيد بن مكتوب الجنيبي. السيارة ذهبت مع الجنيبي، السيارة مع الجنيبي، الزعفران مع الجنيبي. تهانينا له على هذا الإنجاز، على هذا التحدي، على هذا البطل. تهانينا لمالك هملول. المركز الأول هملول لمحمد بن سعيد بن مكتوم الجنيبي، وفي المركز الثاني العارض حميد بن سالم العمري، وفي المركز الثالث اللي وصل مشكور ناصر بن عبد الله المسند، وفي المركز الرابع الجوف لنا عبد الله بن ناصر بن حمود آل شافي، وفي المركز الخامس ووصل مخوف لمحمد بن سعود الفهيده المري. تهانينا والناموس لمالك هملول، تهانينا لضيوفنا الاعزاء. السلامات تذهب الى سلطنه عمان مع محمد بن سعيد المكتوب آل جنيبي، تهانينا له. هذا هو ملخص الشوط الماضي وانطلاقة هملول منذ بداية هذا الشوط. قام راس وأنهى الشوط راس. أشكرك يا الجنيبي على هذا الإنجاز. التوقيت الزمني لحظة الوصول 4:36 و14 جزء من الثانية. تهانينا لمالك هملول في المركز الثاني. العارض اللي وصل ما قصر، أيضا أدى العرض الممتاز، يشكر عليه مالكه حميد بن سالم العمري. تهانينا له على هذا الإنجاز. نقطة مميزة وزعفران وناموس. توقيت العارض 4:36 40 جزء من الثانية. المركز الثالث اللي وصل مع شعار أهل الشحانية ومشكور لناصر بن عبد الله المسند. التوقيت الزمني 4:36 90 جزء من الثانية، أيضا في دائرة الزعفران. تهانينا لكل الأخوة الفائزين.